الرئيس السيسي يفتتح محور التعمير وعددا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، ويؤكد أن الدولة تهتم بالعمل والبناء في كل القطاعات. مصر ترحب بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان. بدء سريان الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع على سعر النفط الروسي، 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تهتم بالعمل والتنمية والبناء في كل القطاعات. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح محور التعمير الجديد، محور الشهيد فؤاد أبو ذكري بمحافظة الإسكندرية، أن الدولة تقوم بتنفيذ 250 ألف فدان في الدلتا الجديدة وتشكى وشرق العوينات. الدولة مش سايبة قطاع و يعني ما بتشتغلش فيه. على الدكتور مصطفى بيقول لي بس الفكره انت يمكن بتمس قطاع بنفسك، يعني مثلا يقول لك ايه، انتوا مهتمين قوي، انا الكلام ده قلته قبل كده، يعني بالطرق والكباري. يا سيدي انت بس اكمنك شفت الطرق والكباري، اكمنك انت بتمشي عليها، لكن ده مش معناه ان قطاع زي الزراعه انت ما بتشوفوش. ليه؟ لان هو يعني مين مننا من المواطنين الا اللي بيشتغلوا في القطاع ده؟ انا بتكلم اللي احنا بنعمله زياده. يعني الدكتوره لسه بتقول هنا 250 ألف فدان هيدخلوا لزراعة القمح السنة دي عن السنة اللي فاتت. المفروض كانوا 400 ألف، مش كده يا محمد؟ كانوا كام؟ 400، والسنة الجاية 23 يوصلوا مثلا لمليون لو احنا نجحنا، لو احنا نجحنا في اللي احنا بنعمله. ده بعيد عن الرقعة القديمة، بعيدين عن الدلتا يا دكتور مصطفى. احنا بنتكلم هنا على الدلتا الجديدة، وبنتكلم على تشكى وشارع العوينات. معناه ان انا ازود ويبقى مثلا مليون فدان، معناه في زرعه واحده هدخل من 2.5 ل 3 مليون طن حسب قدرتنا في الزراعه. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الدوله كانت حريصه على عدم انعكاس زياده اسعار الذره والقمح على المواطنين بسبب تداعيات الازمه الروسيه الاوكرانيه. وأكد الرئيس السيسي أن الدولة حاولت رفع العبء والتخفيف عن المواطنين. إن إحنا كدولة حرصنا على إن إحنا ما نزودش ونعكس التكلفة الكبيرة اللي إحنا يعني إحنا لما الدكتورة هالة كلمت على إن الأسعار زادت ل 60 ل 70% من الذرة والقمح. طب ما إحنا كميات اللي بنجيبها وبنستوردها من الخارج من السلعتين دول يا دكتور مصطفى ضخمين جدا، كان نفس الكميه بنجيبها تقريبا، لكن احنا لم نعكس الزياده اللي حصلت فيها الاسعار خالص طبعا. انا بس عايز اقول ده ليه؟ عشان يمكن الناس تقول احنا الاسعار غاليه بره، مفيش كلام عندنا، انا بتكلم على مصر. بس انا عايز اقول ان الدوله حاولت، والهدف من التقديم او من العرض اللي الدكتور هالة بتقدمه لينا كلنا، هو الهدف منه ان احنا كدولة عايزين نقول للناس سواء كانوا مسؤولين او مثقفين او اعلاميين الحكاية ايه بشكل احنا شايفينها ازاي، ثم احنا كدولة عملنا فيها ايه. كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دور الدولة في حماية المواطنين من زيادة أسعار الخدمات، لافتا إلى أن الدولة ضخت مبالغ كبيرة في قطاع الطاقة والكهرباء والغاز. في مشكلة طاقة موجودة في أوروبا بشكل او باخر، لازم تعرفوا ان ده هينتج عنه ان اسعار المنتجات الاوروبيه اكيد هتزيد. ليه؟ عشان يعوض التكلفه، يعني هو مش هيدفع في الطاقه سعر اكتر مما كان بيدفعه، وده ما ينعكس على السلع اللي بيطلعها، مش كده؟ مظبوط يا فندم. انا بس حاجه برضو تاني عند بند 4 واقول ايه هنا، وانا يمكن قلت دي بشكل او باخر أثناء لقائنا في المنصورة، قلت لما حد كان بيكلمني على السماد قلت له إن إحنا لو حطينا التكلفة الحقيقية
للسماد وللكهرباء يعني هيبقى فوق طاقة الناس. صحيح. فأنا بس عايز أقول رغم إن الإجراءات الدكتورة بتقولها يعني كده، لكن أنا بتوقف عند بند 4 فقط يا دكتورة هالة، وبقول للمصريين، كل المصريين، لو أنا جيت ما جتش على بند 4 ده فقط وما تعاملتش معها والدولة حطت أرقام أو هتتحمل أرقام ضخمة جدا جدا في قطاع الطاقة، كهرباء أنا بتكلم، والغاز يمكن لزودنا بنسبة كبيرة الثمن الغاز الحقيقي اللي زاد أكتر من 170% ثمنه عن الأسعار السابقة يا دكتورة. مظبوط. مع يعني النهاردة لو وزارة الكهرباء بتاخد الغاز بالثمن ده يا دكتور مصطفى، ولا مصانع الأسمدة في مصر بتاخد الغاز بالسعر ده. وتنفذ الدولة عددا من المشروعات الاستثمارية ضمن مبادرة القيادة السياسية نبني معا المستقبل، بهدف إنشاء العديد من المجتمعات العمرانية الجديدة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الإسكندرية. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة لن تسمح بالتعدي على الأراضي الزراعية، متحدثا عن تأثير المخالفات على تطوير وبناء المحاور الجديدة. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه كان من الممكن إنشاء محور المحمودية منذ أكثر من عام ونصف العام إذا لم يكن هناك مخالفات. محور المحمودية اللي بيتكلم فيه، لو المحور ده، المحور بتاع المحمودية ده ما كانش عليه أكتر من 1000 وحدة، 2000 وحدة، مش كده؟ اللي هو هشام أمنة موجود، مش كده؟ كم أنت كنت محافظ البحيرة، مش كده؟ كم على أرض مخالفة، أرض دولة، أي فهم، ودفعنا 700 مليون جنيه؟ تمام يا فهم، مش كده؟ أيوة فهم. يعني ما يقرب من 700 مليون جنيه تعويض ايه اجتماعي، قلنا عليه تعويض ايه اجتماعي يعني ايه؟ يعني رغم ان هو مخالف ودي مش ارضه، لكن قلنا لان احنا ما نقدرش نسيب الناس كده ونمشيها، فكان اللواء هشام كان موجود محافظ ساعتها، قال احنا محتاجين 700-800 مليون جنيه عشان اخلي المحور ده واعمل طريق يوصل من اسكندريه لغايه ابو حمص، حوالي 60-70 كيلو تقريبا، مش كده؟ ايوه فندم. مش كده يا كامل؟ ايوه فندم. انا توقفت هنا للموضوع ده، اتفضل استريح. اوامر. اتفضل. انا بس عايز اقول لكم ايه؟ لو ما كانش الكلام ده موجود، المخالفات دي، كان زمان المحور ده بسهوله اتعمل. اتعمل من سنه ونص فاتوا او سنتين. شهدت محافظة الإسكندرية إقامة العديد من مشروعات النقل السككي والجر الكهربائي، بالإضافة لمشروعات تطوير النقل البحري والنهري. وكان من أهم هذه المشروعات إقامة خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كيلومترات مزدوج. المزيد في سياق هذا التقرير. We'll be right back.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعمل على إنشاء شبكة طرق تستوعب 100 مليون نسمة. وفي مداخلة له خلال افتتاح محور التعمير الجديد بمحافظة الإسكندرية، أوضح الرئيس السيسي أن شبكة الطرق كانت تخدم في السابق 30 مليون نسمة، مشيرا إلى أنها لم تشهد في السابق أي تنمية. إن شبكة الطرق قبل أنا ما أجب أتولى المسؤولية كانت بتخدم يعني متخطط على 20-30 مليون، وعشان كده كانت مش ما بتلبيش لا تنمية ولا حركة، مش كده يا دكتور مصطفى؟ لا تنمية ولا حركة. فاللي احنا بنعمله ده بنحاول نعمل شبكة تناسب ال 100 مليون ويمكن 10 سنين جايين كمان. بس أنا هتوقف هنا عند حاجة وهتستغربوا قوي من الكلمة دي، بس تخيلوا أنا بحمي جسر الترعة بالطريق، مش كده يا كامل؟ أيوة فن. تخيلوا يا سادة يا مصريين إن إحنا عشان نحمي الجسر ده والناس ما تبنيش عليه، اللي هو دي أرض دولة معمولة عشان الجسر ده، الجسر ده معمول عشان يحمي الترعة وما يترميش صرف في الترعة أو في المصرف، لو أنا مش كده يا دكتور مصطفى؟ أو مخلفات يعني. يوم اضطر إن أنا عشان أحمي الجسر ده هو اللي أعمله طريق، صح كده؟ أيوة. نخدم طريق ونحمي الجسر بتاعت اللي هو جسر أرض دولة. اهتمام كبير أولته الدولة لمشروعات تطوير النقل والطرق في الإسكندرية والساحل الشمالي. كان من أهم هذه المشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي بورسعيد الإسكندرية بطول 260 كيلومترا. المزيد في سياق هذا العرض. هذا وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح العديد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث تم افتتاح تطوير محطة مصر وتطوير نظم الإشارات وافتتاح محور 54 للربط مع محور أبو ذكري. كما شهد الرئيس السيسي افتتاح كوبري الدوران للخلف بالعمرية على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. نفذت الدولة محور المشير فؤاد أبو ذكري خلال الفترة من أكتوبر 2020 حتى نوفمبر 2022 على مرحلتين، الأولى بطول 35 كيلومترا والثانية بطول 15 كيلومترا، وذلك بهدف ربط كافة أنحاء المحافظة بعضها البعض والتخفيف من التكدسات المرورية. We'll be right back.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر والتقدير للدكتور عبد السلام سالم الاستشاري المشرف على تنفيذ محور الشهيد فؤاد أبو ذكري. جاء ذلك خلال تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور عبد السلام سالم الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة. من ناحية أخرى، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروعات الإسكان مثل بشاير الخير والأسمرات وأهالينا، مشيرا إلى ضرورة عمل صندوق لصيانة مباني هذه المشروعات بالتنسيق مع المحافظة والجمعيات الأهلية. أنا بس ليا توصية عايز أقولها للناس اللي عندهم إسكان زي بشاير كده والأسمرات وأهالينا وكده، المحافظين اللي عندهم الأراضي دي المساكن دي يا دكتور مصطفى، انتوا بتاخدوا رقم من السكان عشان الصيانه وعشان كده، وانا بقول لكم عشان ما حدش يعني يبقى، وبسمع حتى مواطنين اللي موجودين في الـ في الـ في السكن ده، السكن اللي موجود ده قيمته لو ايجار قد الرقم ده 5-6 مرات. انا بقول كلام لا صحيح، يعني انا عايز اقول لكم، انا بقول كده ليه، انتوا المحافظه اللي في نطاقها مساكن بالطريقه دي من فضلكم دكتور مصطفى لازم نعمل صندوق لصيانه هذه المباني، والمباني الفلوس دي ما حدش يقرب لها، يعني ليها مصارف محدده يعني، فهي عشان ايه النهارده العماره شكلها كده وكويسه، طب بعد شهرين 3-4 الاسانسير اللي فيها احتاج حاجه، الناس اللي فيها يمكن مش هيقعدوا بقى يلموا من بعضهم، ما احنا بنعمل ايه؟ مفيش كلام من ده، وبالتالي لازم يكون للمناطق ديت، انا باكد الكلام اللي قلته قبل كده في افتتاح اول مرحله، لازم يكون ليها قياده تسيطر عليها وتدير شؤونها، والكلام ده بالتنسيق مع المحافظه والمنظمات المجتمع المدني الجمعيات الاهليه. لو سمحتم احنا دورنا مش فقط ان احنا نوفر سكن للناس دي ونسيبهم، لا، وزارة الثقافة، وزارة الشباب، وزارة التضامن، المحافظة، وزارة الداخلية، القوات المسلحة، الجمعيات الأهلية، من فضلكم احنا عملنا خطوة، لكن في خطوات تانية، خطوات تانية ايه؟ ان احنا نساهم في تطوير هذه يعني المجتمعات. We'll be right back.
الدولة وهي بتخطط لشغل لإقامة أي شيء بتحط في الاعتبار ثروتها القومية. الأراضي الزراعية دي ثروة قومية يا جماعة. بعثت السيدة انتصار السيسي تحية تقدير إلى كل أيادي الخير في مصر الذين يعملون ليلا ونهارا لبناء وطنهم دون انتظار مقابل. وفي رسالة على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي توجهت السيدة انتصار السيسي لأيادي الخير بمصر في اليوم العالمي للتطوع بكل الشكر والتقدير، لافتة إلى أنهم أمل مصر ومستقبلها. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الجهود الذي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك من خلال تقرير مقدم من المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء رئيس اللجنة. وثمن رئيس مجلس الوزراء الدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في رصد وتلقي استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبي والتعامل الفوري معها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. هذا وقد أوضح التقرير أنه تمت الاستجابة لنحو 621 حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 600 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 803 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 84 طنا. ومجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 676 طنا. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 42 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 908 قضايا من بينها 270 قضية خبز ناقص الوزن و195 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لجرائم الإتجار في المواد المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال شهر من ضبط 6241 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 6971 متهمة. تتواصل الجهود الأمنية للتصدي لجرائم الإتجار في المواد المخدرة لما تمثله من خطورة وتداعيات سلبية على المجتمع بخاصة الشباب. وقد أسفرت هذه الجهود خلال شهر عن ضبط 6241 قاضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 6971 متهما. ونجح جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال تلك الفترة في ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 4 أطنان من مخدر البانجو وضبط قرابة طنين من مخدر الحشيش، كما تم ضبط أكثر من 390 كيلوغرام من مخدر الآيس. ومع تواصل الضربات الأمنية لمنع إغراق البلاد بالمواد المخدرة، تم ضبط أكثر من 307 كيلوغرامات من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الاستروكس تزن قرابة 163 كيلوغرام. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة،
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 18 مليون و414 ألف و244 قرص مخدر لعقار الترامادول، إضافة إلى 2 كيلوغرام من ذات المخدر. كما تمكنت من ضبط 120 ألف و740 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، وقرابة 38 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، إضافة إلى 3 كيلوغرامات من ذات المخدر. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليارين وسبعة وعشرين مليون جنيه. وعلى صعيد التصدي لجرائم غسل الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 قضايا غسل أموال بإجمالي 147 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 27 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان. نتائج كبيرة حققتها الأجهزة الأمنية على مدار شهر خلال تصديها الحاسم لجرائم الإتجار في المواد المخدرة لتجفيف منابعها وحماية الشباب من الوقوع فريسة للإدمان. لتبقى الأجهزة الأمنية عينا ساهرة لحماية المجتمع من تلك الآفة الخطيرة. عقد حزب الشعب الجمهوري بمقر الأمانة المركزية أول اجتماع للجانه الفرعية الموازية للجان الحوار الوطني. كان المكتب السياسي للحزب قد بادر بإصدار قرار بتشكيل لجان بالحزب موازية للجان الفرعية بالحوار الوطني وتكليفها بعقد اجتماعات مكثفة طوال الشهر الجاري، تستهدف ترجمة رؤية الحزب وأفكاره في القضايا إلى توصيات ومقترحات في الملفات التي يناقشها الحوار الوطني. حزب الشعب الجمهوري كما تحدثت سابقا أنه كان في صدارة الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في الحوار الوطني، وكانت أيضا في صدارة الأحزاب التي قدمت رؤيتها للمحاور الرئيسية وهي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولكن عندما جاء الحوار الوطني باتساع وبملفات بعينها في لجان فرعية، كان لزاما على حزب الشعب الجمهوري ان انا ادي تكليفات بتشكيل لجان موازية لكي تكون مخرجات هذه اللجان هي مدخلاتنا في اللجان الفرعية اثناء المناقشات، ودايما بنعمل حسابنا في المساحات المشتركة والقواسم المشتركة، لان احنا دائما حزب الشعب الجمهوري دائما وابدا يبحث عن القواسم المشتركة من اجل هدف احنا حاطينه نصب اعيننا كحزب الشعب الجمهوري، وهو زيادة صلابة وتماسك الجبهة الداخلية المصرية من أجل أن نكون مصر أقوى، مصر أفضل، مصر دائما لنا، وشعارنا دائما مصر أولا ومصر دائما. رحبت مصر بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، مؤكدة أن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أعربت مصر عن دعمها الكامل للاتفاق واستعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف السودانية في جهودها للبناء عليه وصولا لاتفاق نهائي يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق ويعزز من دور السودان الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة والقارة الإفريقية. كما دعت مصر بهذه المناسبة أطراف المجتمع الدولي إلى توفير كل عناصر الدعم لدولة السودان الشقيقة بما يمكنها من عبور المرحلة الانتقالية بكل نجاح وتحقيق مصلحة الشعب السوداني بكافة أطيافه. وقد وقع مجلس السيادة الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وعدد من الأحزاب والتنظيمات والتجمعات المهنية وقع اتفاقا سياسيا إطاريا بحضور الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيكاد. وينص الاتفاق الإطاري على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون وتنظيم انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية التي تحدد بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء، هذا إلى جانب اعتماد سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد. من جانبه، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس أن تشكيل الحكومة ضروري لاستئناف الدعم الدولي، معربا عن أمله أن يمهد الاتفاق الإطاري لتشكيل سريع للحكومة.
وفي كلمة له عقب توقيع الاتفاق الإطاري، دعا المبعوث الأممي للأطراف السودانية إلى الانضمام إلى العملية السياسية، مشيرا إلى أن الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيجاد أسهمت في التوصل إلى الاتفاق. اكتمل نصاب جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي دعا لها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناقشة جدول أعمال من 25 بندا، حيث حضر للمشاركة بالجلسة 17 وزيرا من بين 24 عضوا، وبذلك بلغت نسبة المشاركة أكثر من ثلثي عدد الأعضاء، وهي النسبة المطلوبة دستوريا لصحة انعقاد الجلسة. يأتي هذا حسما لجدل دار خلال أيام ماضية حول دستورية انعقاد الجلسة، وخصوصا في ظل إصرار التيار الوطني الحر على منع انعقاد الجلسة، حيث أصدر وزراؤه بالإضافة إلى 3 وزراء آخرين بيانا مشتركا أمس أعلنوا فيه عدم المشاركة في الجلسة. أكد المستشار الألماني أولاف شولتز استعداد بلاده للتوصل إلى ترتيبات للحفاظ على الأمن في أوكرانيا كجزء من تسوية محتملة للسلام. وحذر المستشار الألماني من آثاره ما وصفه بحرب باردة جديدة من خلال تقسيم العالم إلى كتل، ودعا المستشار الألماني إلى بذل كل الجهود نحو بناء شراكات جديدة، كما شدد على أن الغرب الدفاع عن القيم الديمقراطية وحماية المجتمعات المفتوحة وتفادي ما وصفه بإغراء تقسيم العالم مرة أخرى إلى كتل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة سو-25 أوكرانية وأخرى من طراز ميغ-29، هذا إضافة إلى مروحيتين من طراز مي-8 في دونتسك. وذكرت الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 10 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة خلال اليوم الماضي، كما واصلت قواتها تنفيذ عمليات هجومية ناجحة على محور دونتسك، وتم القضاء على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا ودبابتين. من جانبه قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية إن الجيش الروسي شن هجمات صاروخية جديدة في مناطق في أوكرانيا. هذا وأعلنت الإدارة العسكرية في أوديسا أن القوات الروسية أطلقت صواريخ على المدينة. وفي سياق متصل أفادت وسائل أعلام أوكرانية بسماع ذوي انفجارات في خاركيف وغيرها من المناطق الأوكرانية. انتقد مجلس الدوما الروسي السياسات الدولية للولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا ضرورة احترام سيادة الدول. كما لفت الدوما الروسي إلى أن الولايات المتحدة تعيق تقدم الدول الأخرى للحفاظ على مصالحها وهيمنتها على العالم، مشددا على ضرورة أن يتخلص العالم من نظام القطب الواحد ويسعى لتكوين نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. إلى ذلك قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت مرافق البنية التحتية في مدينتي زابوريجيا وكريفيري، ما أدى إلى وقوع أضرار في المنشآت. وقال سكرتير مجلس مدينة زابوريجيا أناتولي كورتياف أن القوات الروسية قصفت منشآت البنية التحتية للصناعة والطاقة في المدينة.
هذا وأعلنت ليتوانيا أنها ستدعم أوكرانيا بذخيرة لقوات المدفعية الأوكرانية على أن تتسلمها كييف قريبا. وذكرت وزارة الدفاع الليتوانية أن خطواتها تستهدف دعم كييف في مواجهة القوات الروسية. كانت ليتوانيا قد أكدت في أكتوبر الماضي أنها ستزود أوكرانيا بقذائف الهاون وطائرات بدون طيار وملابس شتوية. بالإضافة إلى ذلك قامت بإصلاح وإرسال أنظمة مدفعية ذاتية الدفع إلى أوكرانيا الأسبوع الماضي. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن فرض الغرب حد أقصى لأسعار نفطها سيؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، ولكنه لن يؤثر على قدرتها على مواصلة عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأضاف بيسكوف أن روسيا تعد ردها على القرار الذي اتخذته مجموعة السبع وحلفائها بهدف تقليص عائدات موسكو من الطاقة وتقليص قدرتها على خوض الحرب، لافتا إلى أن الاقتصاد الروسي لديه القدرة المطلوبة لتلبية احتياجات ومتطلبات العملية العسكرية بشكل كامل. دخل قرار الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا حظر استيراد النفط الروسي المنقول بحرا بأكثر من 60 دولارا للبرميل دخل حيز التنفيذ. وتعتبر روسيا مورد النفط الرئيسي لأوروبا، حيث تغطي حوالي 20% من احتياجات القارة من الخام، لكن الدول الغربية بدأت في تجديد عقوباتها ردا على العملية الروسية في أوكرانيا. في الوقت الذي يحاول فيه الغرب الحد من قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا، دخل السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا لأسعار النفط الروسي حيز التنفيذ. وتسمح اتفاقية مجموعة السبع بشحن النفط الروسي إلى دول خارجية باستخدام ناقلات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وشركات التأمين ومؤسسات الائتمان فقط إذا تم شراء الشحنة بسعر 60 دولارا للبرميل أو أقل منه. ردا على الخطوة التي اقترحها الغرب، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده لن تبيع النفط الخاضع لحد أقصى للسعر حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج. وقال نوفاك إن تحرك الغرب من شأنه أن يزعزع استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال إحداث نقص في الإمدادات، في حين أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا لن تقبل سقف السعر، مضيفا أنه يتم الآن تقييم الوضع لاتخاذ إجراءات معينة. وحذر المسؤولون الروس من أن فرض حد أقصى لسعر النفط في البلاد سيؤدي إلى زيادة الطلب على النفط وتعطيل سلسلة التوريد وارتفاع سريع في أسعار الوقود العالمية، الأمر الذي سيعرض أيضا أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي للخطر. وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات كبيرة على روسيا منذ بدء عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير، وأرسلت مساعدات بمليارات الدولارات إلى الحكومة الأوكرانية. قالت الحكومة اليابانية أنها بدأت في تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي اعتبارا من اليوم الاثنين. وأوضحت الحكومة اليابانية أنه سيتم استثناء النفط الخام المستورد من مصنع سخالين في روسيا، مشيرا إلى أن استبعاد النفط الخام من مشروع سخالين في أقصى شرق روسيا تقرر في ضوء أمن الطاقة في اليابان. هذا وأضافت الحكومة أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن مزيد من الإجراءات بشأن المنتجات البترولية الروسية التي من المقرر أن يبدأ تطبيقها في 5 فبراير من العام المقبل. قفزت أسعار النفط بعد أن أبقت دول أوبك بلس على أهدافها المتعلقة بالإنتاج، إضافة لحظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي ووضع سقف له. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.2% إلى 41.87 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2% إلى 62.81 دولار للبرميل.
قالت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والنقل البحري والبري في بريطانيا إنها رفضت عرضاً من مشغل القطارات لزيادة الأجور بنسبة 4% بهدف تفادي المزيد من الإضرابات. ونظم عمال السكك الحديدية في بريطانيا عدة إضرابات هذا العام، منها إضراب في الصيف كان أكبر ما شهدته البلاد منذ عقود، مطالبين بتحسين الأجور خلال أزمة غلاء المعيشة. رغم إعلان الحكومة البريطانية أنها تدرس الاستعانة بالجيش للمساعدة في ضمان استمرار الخدمات العامة إذا أضرب العاملون في قطاعات رئيسية، قالت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والنقل البحري والبري إنها رفضت عرضاً من مشغلي القطارات لزيادة الأجور بنسبة 4% في كل من عامي 2022 و2023 بهدف تفادي المزيد من الإضرابات التي عرقلت بالفعل سفر الملايين من مستخدمي القطارات. وبالإضافة إلى محطات القطارات، تشهد بريطانيا إضرابا من قبل آلاف الممرضين والممرضات وموظفي الإسعاف بسبب الأجور والظروف العمل. الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والنقل البحري والبري ميك لينش قال إن أكثر من 40,000 عامل في السكك الحديدية سينظمون إضرابات خلال شهري ديسمبر ويناير بسبب خلاف طويل الأمد بشأن الأجور، وهو ما سيؤدي لعرقلة حركة السفر قبيل عطلة عيد الميلاد بعدها. وبينما يحاول رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إحياء خطط للحد من الحق في الإضراب للعاملين في القطاع العام، دعت الحكومة العمال مرارا إلى وقف الإضراب، قائلة إنها لا تستطيع تحمل زيادات في الأجور بما يتماشى مع التضخم، وإنه حتى لو استطاعت تلبية مطالبهم فإن مثل هذه الزيادات ستزيد من التضخم. قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن إن فيروس كورونا يشكل أكبر تهديد لصحة البلاد واقتصادها منذ الحرب العالمية الثانية. وشددت أردرن على أن الوقت مناسب الآن لتقييم القرارات الصحية التي اتخذتها الحكومة في مكافحة جائحة كورونا، وكيف يمكن الاستعداد بشكل أفضل للأوبئة في المستقبل. أعربت منظمة الصحة العالمية عن تقديرها لتركيز السلطات الصينية على المهمة الرئيسية للسيطرة على فيروس كورونا والمتمثلة في الحصول على التطعيم الكامل للفئات الأكثر ضعفا. وفي سياق متصل، نظم نحو 200 شخص احتجاجا بالقرب من البيت الأبيض لإظهار الدعم لمظاهرات تشهدها الصين تطالب بإنهاء الضوابط الصارمة التي فرضتها السلطات لمكافحة الفيروس. بعد نحو أسبوع على تظاهرات غير مسبوقة، بدأت عدة مدن صينية في تخفيف القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مع إعادة فتح متاجر ورفع شرط إجراء فحص التشخيص في أماكن عدة. ففي العاصمة بكين البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، أعادت الكثير من المتاجر فتح أبوابها خلال اليومين الأخيرين، وبات بإمكان السكان استخدام وسائل النقل المشترك مجددا دون أن يضطروا إلى إبراز نتيجة فحص PCR سلبية أجري في غضون أقل من 48 ساعة. كما تم اعتماد التدبير نفسه في شنغهاي، حيث رفع لزوم إجراء فحص للدخول إلى بعض الأماكن العامة مثل الحدائق والمواقع السياحية. وكان إغلاق صارم قد فرض في شنغهاي المركز المالي الكبير البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة لأكثر من شهرين في الربيع، عند تسجيل بؤرة إصابات بكوفيد في إجراء لم يحظى بدعم شعبي وكانت له تداعيات على اقتصاد البلاد. إذن هي تطورات جديدة لسياسة الصين في التعامل مع الجائحة في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي بسبب القيود المشددة التي تم فرضها لفترة طويلة. قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 130 قذيفة مدفعية قبالة سواحلها الشرقية والغربية في أحدث تدريب بالقرب من حدودهما المشتركة. وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إن الجيش أرسل عدة رسائل تحذيرية لكوريا الشمالية بشأن إطلاق القذائف.
بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك زيارة رسمية إلى الهند، تلتقي خلالها نظيرها الهندي إس جايشانكار لبحث العديد من القضايا المشتركة بين البلدين. وقالت بيربوك إن الهند سيكون لها تأثير حاسم في تشكيل النظام الدولي في المحيطين الهندي والهادي وما وراءهما، وأضافت أيضا أن محادثاتهما ستركز على المهام الأكثر إلحاحا، منها احتواء أزمة المناخ والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد. واصلت القافلة العلاجية التي أطلقتها مديرية الصحة في قرية الكبانية بأسوان أعمالها لليوم الثاني على التوالي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، حيث بلغ عدد المرضى والمترددين على القافلة 1652 مواطنا، وتم تحويل عدد من المرضى للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لعمل أشعة رنين مغناطيسي وحالات أخرى لإجراء جراحات مختلفة. احنا هنا في الصيدلية عندنا 130 صنف بيغطي كل الاحتياجات بتاعت المريض، وبنقدمه هنا بالمجان. ولو في حد محتاج دواء خارجي او محتاج علاج خارجي بنعمل له تحويل في المستشفيات، وكل المرضى هنا مبسوطين بتقديم الخدمة العلاجية ليهم بالمجان. نشكر على كل من قام بإحضار القافلة الطبية من حياة وحياة كريمة لبلدنا الحبيبة الكوبانية، ونشكر سيادة الرئيس السيسي على المجهودات وحب الناس ليه وخدمة الناس ومصالح الناس. إلى هنا تنتهي نشرة الثالثة، بقي أن نذكركم بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يفتتح محور التعمير وعددا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، ويؤكد أن الدولة تهتم بالعمل والبناء في كل القطاعات. مصر ترحب بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان. بدأ سريان الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع على سعر النفط الروسي. نهاية نشرة الثالثة، نشكر لكم طيب المتابعة. نشكركم مشاهدينا ودمتم سالمين.